ذهبت إلى الطبيب أشكو لحالي، ذهبت إلى الطبيب أشكو لحالي، وهل يدري الطبيب بما جرالي؟ جلست فقال ما شكواك صفها، جلست فقال ما شكواك صفها، فقلت الحال أبلغ من مقالي، فقلت الحال أبلغ من مقالي. أتيتك يا طبيب، أتيتك يا طبيب على يقين بأنك لست تملك ما ببالي. أنا لا أشتكي الحمى احتجاج، بل الحمى تشكو احتمالي. فتحت إليك حلقي كي تراها، فتحت إليك حلقي كي تراها، فقل لي هل أكلت من حلالي؟ فتحت إليك حلقي كي تراها، فقل لي هل أكلت من حلالي؟ أتعرف يا طبيب، أتعرف يا طبيب دواء قلبي؟ فداء القلب أعظم من هزال. إليك عن صدري أجبني، أتسمع فيه للقرآن تالي؟ كشفت إليك عن صدري أجبني، أتسمع فيه للقرآن تالي؟ تقول بأن ما فيني التهاب، تقول بأن ما فيني التهاب ورشح، ما أجبت على سؤالي، ورشح ما أجبت على سؤالي، وضعت على فم المقياس، قل لي أسهم حرارة الإيمان عالي؟ وضعت على فم المقياس، قل لي أسهم حرارة الإيمان عالي؟ سقامي، سقامي من مقارفة الخطايا، وليس من الزكام ولا السعال. إن كنت الطبيب فما علاج لذنب فوق رأسي كالجبال. نسائل عن الدواء إذا مرضنا، وداء القلب أولى بالسؤال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة، إن أعجبكم المقطع شجعونا بلايك ومشاركة الفيديو، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.